لذلك هذا الشيء ديال 1500 درهم انا تنعتبرها اهانه وليست زياده، باش ما يضحكوش على المغاربه. حنا ما بغيناش النساء والرجال ما بغوش عيدوا لي كات كات وعيدوا السيارات الفارهه وعيديروا يسكنوا في الفيلات، وبغاو غير يعيشوا واحد العيشه كريمه، لان عطاو واحد الصوره واحد الانطباعه عند الراي العام بهذه السلوكات بهذه الاجراءات بهذه القرارات، ولا الانسان يستحي يذكر المهنه ديالو كاستاذ. دابا هذوك اللي جلسوا مع الحكومه وجوج منهم متقاعدين رسميا، اقسم بالله جوج متقاعدين. قلت المغاربه مرحبا بكم، ويستمر الغموض، الغموض يلف مستقبل اكثر من 8 مليون ديال الاطفال المغاربه. الاتفاق اللي جرى ما بين النقابات وبين الحكومه، واعتقدنا بان الستار اسدل على هذه المحنه والتلامذه غير رجعوا للديور ديالهم، ظهرت صفحات وبدا غضب عالم داخل الصفحات. النساء ورجال التعليم رافضون لهذا الاتفاق. في هذا الاطار نستضيف واحد من ابرز وجوه التنسيقيه ديال الاساتذه، عبد الوهاب السحيم. سي عبد الوهاب مرحبا بك. مرحبا سي حميد، شكرا لك وشكرا لموقع البادي على الاستضافه مره اخرى. مرحبا سي، وتنشكرك على المواكبه ديالك لهذا دي الحراك التعليمي، هذه الهبه التعليميه. شكرا لك. مرحبا لك. نعم، استضفناك البارحه عبر الهاتف. طبعا اليوم اخوتك تكرفص عليا. لا 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 لا، ما تكرفص عليك حد ابدا ابدا ابدا. لا لا لا، كلهم طلبوني تجي هنا وتشرح لهم. مرحبا، تعبير على حسن النيه، كنستضيفك في هذا السياق باش توضح هذا الرؤيه لان الناس. لا ما شوف غير بعدا ما يسبك حتى شي واحد السي حميد. انا نقول لك السي عبد، اذا سمحتي لي طبعا. ولا لا، حنا ما عندي مشكل في هذا المستوى، بالعكس الصحفي اللي ما يتاقدوش وما يعيش وسط الجدل ماشي صحفي، بالعكس انا كنعيش في هذه الصداعات ما عندي فيها مشكل. غير كنوضح بحكم المحبه، نوضح للمغاربه واحد الفكره باقتضاب ونعطيك. راه حنا عندنا واحد المشكل في المغرب، بعض ماشي كنقولش ما كيعرفوش ما معنى الصحافه، اكراهات الصحافه، شي حاجه سميتها توازن الماده، شي حاجه سميتها اخلاق المهنه. شتي دابا بحال دابا انا وياك عبد الوهاب، دابا غنسولك وغتجاوبني، تقتضي واجب المهنه غنمثل الحكومه ماشي انا الحكومه. اكيد اكيد، الراي الاخر. الراي الاخر تمام. بحال دابا البارح جبتك انت، جبت مثلا الحريش، خص الحكومه في الاول غادي نقول هادشي زوين وغزال وكذا، لان الحكومه خص يمثلها. هذا هو الدور ديال الصح. فدابا عاوتاني راه غنواصل المهمه. لا غير الا كان شي اداء، شي اداء من اي جانب. لا لا، انا تنعتذر لك نيابه على على كاع. انا كنقدر نساء ونساء ورجال التعليم تيقدروك، ماشي لانك فقط لانك مواكب هذه المعركه النضاليه. انت دائما كنت الى جانب نساء ورجال التعليم، الى جانب المغاربه، الى جانب الحق. وتنعرفك مزيان السي حميد، عندك في العائله ديالك اساتذه، وبالتالي راه اخر واحد ممكن زيد جوج حوايج مهمين السي عبد الوهاب. الاولى هو انه قراونا نساء ورجال التعليم بفضل، هذه الاولى. جوج، انا كنقدر الوضع النفسي اللي كيعيشو دابا، الله يحسن العون. تحيه لك السي. انسان واحد الشهر وحابس كتقطع له رزقه مع الافق ديالو ما عارفش، راه خصك تقبل عليه وتصبر عليه. فما كاين ادنى مشكل السي عبد الوهاب، عاوتاني غنواصلوا ذاك النقاش مالكم. يعني 1500 درهم تبرات سخات عليكم الحكومه وما بغاوش ترجعوا للاقصى. لا هذا هو، شكرا بعد الاستضافه باش نوضحوا السي حميد هذه الفرصه، هذه نوضحوا الراي العام، الناس اللي تبعونا. الناس دابا الحكومه اش كتقول؟ زدناهم 1500 درهم، شنو بغاو هاد الناس؟ يعني تيختازوا المشكل كله، تيختازوا المشكل كله في الفلوس. وحنا من النهار الاول قلنا، نهار 5 اكتوبر خرجنا من اجل ملف مطلبي متكامل. كامل متكامل، اللي المطلب اهم مطلب بالنسبه الينا هو سحب هذا النظام الاساسي بالمره. عاد غنجيو تحسين الاوضاع والظروف الاجتماعيه والماديه لعموم نساء ورجال التعليم، ما تنتكلموش غير الزياده في الاجور، تنتكلموا حتى على ظروف العمل، تنتكلموا حتى ذاك الاستاذ اللي تيشتغل في منطقه نائيه وما عنده ما ما عنده ضوء، ما عنده سكن، ما عنده كذا، تنشغلوا ذوك الاساتذه اللي ما تشوف الحوز وكذا لم يلتفت اليهم احد، تنشغلوا ذوك الاستاذ اللي تيشتغل في منطقه ما عنده مراحل. اذا تنشغلوا تحسن الاوضاع الاجتماعيه والماديه وحتى على ظروف العمل ديال النساء ورجال التعليم وسحب النظام الاساسي. عاد تنجيو كما قلتي زياده، خصها تكون زياده محترمه تراعي الظرف اللي تنعيشوا احنا اليوم. هذه الزياده لا، هذه الزياده الصاروخيه في الاسعار وهذه المشاكل اللي كاينه، زائد ان الاجور ديال النساء ورجال التعليم مجمده منذ 2011، زائد خصنا نعرفوا واحد الوقت من الاوقات السي حميد كانت. انت تبعتي معنا الملف ديال التقاعد في 2017 و16 مع بن كيران، عندما تم فرض هذيك اللي ما يسمى اصلاح خطه التقاعد، وبقاو الاجور ديال النساء والرجال طبعا الموظفين، ولكن النساء والرجال هما دائما تياكلوا تكون فيهم الضربه الاكبر، اجور ديالهم تتراجع. عاد ممكن نشوفوا هذا الشيء دابا ظل جامدا منذ 2011. عاد طبعا عنده زو
الملفات الفئوية اللي فيها ضرر كبير للعموم النساء ورجال التعليم. إذا الزيادة في الأجور ما هي إلا نقطة من بين نقاط كبيرة دخل هذا الملف المطلبي ديالنا. واخا سي عبد الرحمن، دابا عاوتاني كما قالوا دوي علينا وجيو علينا، نهضروا عاوتاني بمنطق آخر. دابا غير هذه شي أيام ولا أسابيع جاء هذا النظام الأساسي بالمعطيات اللي فيه وقال لكم الوضعية المادية ديالكم لسنوات تمام، ما كيزادكم حتى شي 4 ريال. دابا اليوم النظام الاساسي ها هو مجمد، دابا هذه الحكومه باش مجمد المذكره جاتك 1500 درهم شنو بغيتو؟ لا دابا حاجه نقولوا شو السي حميد، حنا ملي بداي كنا نطالب بنظام، راه خصنا نعرفوا الناس النظام الاساسي ماشي وثيقه عاديه تيعتقدوا دابا الناس ما فاهميش. هذا النظام الاساسي هو واحد الوثيقه قانونيه تعطر العمل ديالنا لمده واحد 30 سنه خصوصا بعد صدورها بالجريده الرسميه. تماما، راه مرسوم بالجريده الرسميه، وبالتالي خاص الاعداد ديالو يكون طبعا بطريقه تشاركيه، ويكون هذا النظام الاساسي طبعا يضمن الحقوق، يسوي المشاكل، يرفع الضرر. اذا بغينا واحد النظام الاساسي كما تدعي الحكومه وخا هي للاسف غير صادقه، فعلا نظاما اساسيا عادلا منصفا محفزا هذا بغينا فعلا النظام الاساسي بهذا الشكل. هذا الان الحكومه ما تلمسوش هذا الشيء. هذا حنا شنقولوا هذا النظام الاساسي الان السي حميد خارجه 280 الف راجل امراه التعليم في المغرب كله، المؤسسات فعلا فيها شلل، ونحن نتاسف على هذا الاضراب وعلى هذا الاحتجاج. راه في النظام الاساسي الحكومه بوحدها باغا تفرض وثيقه ديالها صحه لهاد 280 الف رجل ومراه التعليم. حنا بغينا نفهموا، حنا تنقولوا هذا النظام الاساسي ديالكم ما قابلينوش، بغينا نظام اساسي مشترك فيه، نظام اساسي فعلا نشوفوا دواتنا، نشوفوا حقوقنا، نشوفوا فيه نظام اساسي، نشوفوا المطالب ديالنا، المقترحات ديالنا، الافكار ديالنا كنساء ورجال التعليم من اجل الاصلاح في هذا النظام الاساسي. الحكومه تقول لنا انتم ما تعرفوش، انا غنطبق لكم نظام اساسي بالشكل اللي بغيت، خرجوا انتم. حنا كلنا عموم النساء ورجال التعليم دابا حتى المجتمع يرفض هذا النظام الاساسي. ما الذي يمنع هذه الحكومه تتشبث بهذه الوثيقه؟ لا ويبقى مرسوم هذه يبقى هذا ما عرفت. دابا الناس مازال تيفكروا كما قلت لك البارح، دابا المتتبعين كيبان هذه الحكومه كما تيقول واحد المفكر تيقول كل شيء يتحرك من اجل الا تتحرك اي شيء، او كل شيء من اجل كيبان قادر يديروا المستحيل، ولكن ذاك النظام غيبقى. هذا هو يعني الناس الطريقه ديال ما علاش الطريقه ديال ما تلويش اليد ما تلويش ليديك. هادو بازل هاد العقليه شكل من السي حميد قبل، هادو ناس خرجوا تحتجوا بطريقه سلميه ديال المخزن بطريقه الفرخ الفجال كذا، مازال الناس يفكروا بهذا المنطق. عطيتيهم العيده الصح، هادو نساء ورجال التعليم اصاحبي، حتى هذه المساله ديال العيده الصح. انا بغيت نسلط الضوء انا وياك على هذه الفكره. واحد العقليه عانينا معها كمغاربه وسبب تخلف، لكن شي طرف وسط السلطه كيقول لك ديمتوك الى عطيتيهم غيتصرو. هذا هذه وثيقه الحميد، حنا ما تنقالوش نديرو في المراسم، ما تنقالوش ما تنضلوش نديرو الانظمه الاساسيه كل نهار ولا كل عام، تنديرو مره في 30 عام. راه حنا في المغرب عندنا 6 ديال 16 حميد، الانظمه الاساسيه ديال التعليم عندنا 3 هما اللي كاينين. دابا بشرف عارفين راه حنا الدستور تنديروه من ربما كنا عامين في واحد الوقت وربع سنين تنديروا الدستور. حنا راه الدستور حنا دابا الانظمه الاساسيه اللي عندنا اللي معروفه ديال 85 و 2003 وعندنا دابا هذا اللي غندخلوا فيه اللي هذا مازال كاع ما دخلنا فيه اصلا، دازوا جوج هما اللي كانت الانظمه الاساسيه. اذا ما نقولوش راه حنا ماشي كل مره هذا النظام الاساسي السي احمد اللي غادي يرهلنا 30 سنه والحكومه تقول انها ستدخل في الاصلاح. طيب حنا كنا باغيين ندخلوا في الاصلاح وصرحاء ويعني لنا الاراده والنيه باش ندخلوا في هذا الاصلاح، ان كانت الحكومه فعلا تدخل في الاصلاح، لان كما قلت قبل لا يشرفنا كنساء ورجال التعليم هذا الترتيب ديال المغرب في المراتب المتدنيه على مستوى الجوده ديال التعليم وكذلك على مستوى التنميه البشريه. داك المشروع ديال السؤال عفاك باش حيت كاين واحد الجمهور كل واحد كيفاش كيتصنت السؤال يقدر يبان لك بسيط ولكن المنتج شحال كدوز في الصالير انت دابا؟ بحسب القشيطه ولا بلا قشيطه؟ لا دابا هذا الشهر شحال داز؟ هذا الشهر داز ليا واحد 3000 وشي 200 درهم. اه والمهم هذا السؤال انت عندك 3200 درهم دازتك في هذا الشهر انت؟ لانه عندي واحد الطريطه والقشيطه 1222 ديالك من طبيعه الحال هو التحمل اللي عندك انت والكرا والقشيطه تبع معايا عندي طريطه عندي طريطه تتقطع من المنبع. لا شحال دازتك في هذا الشهر؟ هذا الشيء جاتك 3000 في الرباط عتعيش بها؟ واخا ايام عاديه نديرو ما كاين طريطه ما كاين اضراب كنتي كتقال شحال كيجيك اكبر عدد؟ 5400 درهم. اذا شحال نقصتك دابا انت؟ 44000 ريال تقريبا 50000 ريال. 50 لا ماشي كلها قطيطه، القطيطه 1222 درهم. لا ما كيهمش، واحد الوقت كتجيك مثلا 5400 تمام، هذا الشهر جاتك 3000. انا بغيت نسول واش واحد الانسان اللي عنده 5000 واش في صالح واش عنده من الربح يبقى في الشارع هكا وناقصه 50000؟
دابا حنا ملي وصلنا في هذا الشيء السي حميد، لا علاش انه هو كاين بعض اللي كيسحب لهم نتوما احنا باغا الرفاهيه، رحنا راه نساء ورجال التعليم مبرعين ومفطرين يعني شابعين فلوس، الا مكره شابعين فلوس، شابعين فلوس وغير بغينا نخرجوا، ما كاين حتى شي مشكل بالنسبه لنا. وهذا اسمح لي السي عبد، بعد انت 3000 راه كاين ناس تدخل لهم 1500 درهم، 500 درهم دخلت هذا هو الصالير اللي غادي يعيش بها، وكاين هذا المعلم اللي يبغي يدخل له 500 درهم ويبقى جالس وجاي حاضر معك تيحتج وكيحتج وجاي مع طنجة هذاك النهار، كاين ضرر كاين ضرر كاين مشكل الناس راه هذا هو تنقول لك دابا حنا السي حميد دابا حنا ما بغيناش نختزلوا في هذا الشيء ديال الفلوس، لان بعض الناس يقولوا حنا بغينا على الفلوس، الفلوس مهمه السي حميد غير ما نختزلوهاش، لانه دابا طبيعه الحال المعيشه ولا تنقول دائما ان الكرامه تتبدا في تحسين واحد باش يكون واحد الاجر واحد السالير اللي هو تضمن محترم. حنا ما بغيناش نساء ورجال ما بغوش يعيدوا لي كات كات ويعيدوا السيارات الفارهه ويعيدوا يسكنوا في الفيلات، وبغاو غير يعيشوا واحد العيشه كريمه. لا طبعا يعيش عيشه كريمه تصون الكرامه ديالو كاستاذ كمدرس، ما بغيناش دابا حنا شنو نقول لك السي حميد ولا بعض الاساتذه تيحشموا شكون في الترين يقول انا استاذ للاسف. واحد الكلمه ديال سعيد الناصري الممثل خطيره جدا والناس ربما ما عندها واحد رمزيه، قال لك رجل التعليم ولا الاستاذ هو اللي كيقري ولاد الشعب وما قادرش يقري، ما قادرش يقري ولاد تمام لان هذا موضوع كبير، ملي كيولي المعلم تيقري الامه كلها وما قادرش يقري ولاد، وهذه خطيره. هذه مؤلمه قال لك المعلم والاستاذ كيقري ولاد الامه ولاد المغاربه تماما، ولكن كيجي ولاد ما قادرش يقري ولاد تماما. وانا قلت لك ولاو الاساتذه تيحشموا في التران ولا كذا فاش خدام انت فاش خدام انت، لان عطاو واحد الصوره واحد الانطباع عند الراي العام بهذه السلوكات بهذه الاجراءات بهذه القرارات، ولا الانسان يستحي يذكر المهنه ديالو كاستاذ. دابا هذا كيفاش بغيتي ممكن انت تصلح للتعليم بهذه الوضعيه هذه؟ هذا مؤسف. لذلك انا تنقول كان المفروض هذا النظام الاساسي يتم يسحبوه ورجعوا طاوله الحوار. حنا ما حنا هذا النظام الاساسي غادي يشدنا 30 سنه ما فيها باس الا صبرنا شهرين ولا ثلاث شهور ولا شهر. النقابات عامل قول عامل ضعف معركتكم؟ لا نشوف دائما السي حميد عرفت علاش طرحت لك هذا السؤال؟ لانكم قدرتوا دابا السي حميد حركه نضاليه راه ماشي دابا دابا انا نعطيك سؤال السي حميد، انا غادي نواجهك السي حميد بالسؤال ممكن ما يكونش عندك انت جواب. البارح كان الحكومه مع النقابات وقع اتفاق على اساس النقابات باركوا هذا الشيء وقالوا نحن مع كذا والاساتذه خصهم يرجعوا. واش نهار الاربعاء غادي يرجعوا الاساتذه؟ نهار الاربعاء عندنا اضراب. إذا هذا سؤال انت ملي تقول ما قيمه هذا الحوار وهذا اللقاء وهذا الاتفاق؟ إذا كنا نقول سو اتفقوا ونهار الاربعاء نسبه الاضراب 100% ولا 98%، اذا راه هذا شيطع عليك سؤال. انت ملي تمشي تحاور راه زائد انت ملي تمشي تدخل وتتفق وتتوقع وتجيب حالك، ما عندك هياكل، ما عندك مجلس وطنيه، ما عندك مكتب وطني، ما استشرتي شغله تعليميه، اذا شنو كيفاش هذا الامر هذا؟ فاش فين هي النقابه؟ واش النقابه ولات واحد تيديرها في جيبو؟ هذا الكلام هذا ما تيعجبش البعض، هذا الكلام ديال الحق اللي خاص المفروض حتى المسؤولين النقابيين وحتى المنخرطين في النقابه تيخرجوا ويدافعوا لهذا الشيء، باش طبعا الا كانوا تيتكلموا على النقابه كمؤسسه، اما الا كانت النقابه صارت شخص شغل مالك قولوها انا تيألمني واللي تألمني اكثر انا من حقي نتكلم عن مسؤول النقابي لانه يتقاضى دعم من مالي من مالي انا كمواطن مغربي. والخطير حنا في موقع حنا في الموقع هنا في القناه تبعنا واحد الهجوم عليك وعلى شخصك الكريم وعلى عرضك، وبالمناسبه باسمي باسم الموقع كنضامنوا معاك لان ماشي اخلاق ديال المغاربه هاد التشهير بهذا المستوى. علاش ملي كتهضر على نقابي ولا نقابه تيخرجوا لك عباد الله وكيستهزئوا النقابيين؟ الناس عايشه في الريع السي حميد، عايشه في الريع، خاصك تعرف كان واحد الوضع كان واحد المنظومه خاصها تبقى. دابا هاد المنظومه في النقابيه كاين بعض الناس خاصها تبقى بهذا لانني انا مستفيد، انا عندي تفرغ من 2002 ما دخلت للقسم وتنفيق فوق ما بغيت ونقصر فوق ما بغيت وتنتقى ملي تجي شي ترقيه تنترقى قبل من هذاك اللي خدام في القسم. اذا عادي نخدم اجندا طبيعه الحال لاننا مستفيد مستفيد وكذا الشهاده هذا هو هذا هو النهار اللي جا الوفاء الله يرحمه شكون اول واحد واجهو هما النقابات وهادو الاشخاص فاش كان الوفاء الله يرحمه تيمشي لمجموعه من المواقع تيخرجوا الام وارحل علاش؟ لانه كان تيقول لهم الا ما سكتوش غادي نخرج اسماء ديال المتفرغين ديالكم، وكان غير تذكر هذا الكلام هذا كما تقولوا ترتعد الفرائس ديالهم لانهم كانوا كان مشى للمشكل. هذا رجال التعليم
دابا المشكل الصحي، ما غاديش نقولش حنا النساء ورجال التعليم حنا كنا ملائكه، راه معنا ناس فيهم مشاكل، كاينين الناس مستافدين من الريح. شكون واحد ديال التفرغ حشومه كتلقى. شوف التعليم العالي ما عندوش التفرغ، النقابه ديال التعليم العالي، اما النقابه وحده. علما كياكل على السحت كما تماما، وتيتلقى قبل هذاك اللي تيزاول السحامين. انت متفرغ وانا انا مزاول، ما تجي وحط رقيه انت تدوز قبل مني. والنظام الاساسي هذا داروا فيه مجموعه من البنود تخدم مجموعه الافراد داخل النقابات، وهذا الكلام هذا الناس يقول لك لا والسحيمي والنقابات يقولوا حنا الحق، واللي عنده شي حاجه يمشي للمحكمه. شكون واضحين؟ كاين مشاكل، انا تنعتبر للاسف القياده النقابيه صارت جزء من المشكل. انا واحد الوقيته بقيت تنقول غير ما يكونوش النقابات، خليونا حنا مع الوزاره نتفاهموا معاه، لان صارت بحال واحد البارشوك ديال 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 الاداره، ملي تخرجوا الناس يحتجوا السحاميد، حنا مجموعه من الملفات، كنا في الرباط تنحتجوا، تناكلوا العصا لواحد المده، تيجوا هما تيدخلوا، تيضغطوا، يخترقوك من الداخل وتيخرقوا داك الشيء كامل ويفشلوك، ومن بعد حتى شي حاجه ما تتحقق. باش ممكن تفسر هذا الشيء وتخلوا الاداره مرتاحه. هذا مشكل السحامي، حنا باش رحنا تنعانيو. لذلك انا ما يمكنش اليوم انا واحد النقابي قاعد مازال غدا راه كان البارح تتحاور، البارح كانوا غادي نسولك طبيعه دوك واش اسئله كيقريو بالطناشه في الاقسام هذوك كانوا تتحاور؟ ما كاينش، والناس بعدا كاين البارح كاين جوج بعدا متقاعدين اللي وقعوا البارح متقاعد رسميا. وكيفاش كتحاوروا؟ وهذا هو لما انا ما كايناش قانون ديال النقابات اللي غادي يفرض عليهم انهم يمشي بحالهم. علاش حنا واحد المره تكلمت معاه قلت لك كاين المشكل دابا هذوك اللي جلسوا مع الحكومه وجوج منهم متقاعدين رسميا اقسم بالله جوج متقاعدين فهمتي وجوج اخرين متفرغين منذ سنوات ومتقاعد وشنو غادي يدافع عليك انت على المصلحه ديالك انت وغادي يدافع وينافع وكافح بوحدك واش متاكد من المتقاعد السحامي راه دابا هما راه باربعه ماشي بزاف جوج متقاعدين وكيتحاور وجالس مع مراته وجالس وجالس معاه وماشي غير هو كاين الناس خلينا السحيم راه مشكل عميق داخل هذا الجسم النقابي. واخا عندي واحد التساؤل اخر دابا هاد 1500 درهم هو رقم مهم جدا زياد انا باقي كنتشبت بهاد الفكره رقم مهم جدا 1500 في تاريخ المغرب زعما زياده بحال هكا ب 1500 وكنظن صافي في لا ضريبه لا والو ياك لا دابا شوف 1500 درهم بعدا على جوج ديال على سنتين لا انا عندي سؤال لسه غنقول لك واحد القضيه واخا زيد تفضل راه السؤال سؤال مهم جدا حيت كما تيقولوا دوي علينا وجي علينا 1500 درهم رقم ماشي سهل وفي علاقه والسياق اللي جات فيه دابا ديال الازمه شنو هو السياق شنو من ازمه لكن اوراش حالاش خليني نطرح سؤال حالاش الاوراش واش حنا رحنا ورش التعليم الاكبر ما لا راه كاين الحمايه الاجتماعيه والتعليم ماشي اول ورش تفتح وخلوا التعليم لا شوف الزلزال لا الزلزال راه دارت الصندوق ديال الدعم راه الناس تساهم الزلزال ما ندوش عليه الزلزال راه كاين الصندوق ديال المساهمات الناس تساهم بحال الشكل ديال الكورونا اذا ما تقولناش الزلزال الاوراش غتقول لي حنا الاوراش ديالها شي بلو لوطوروت اول ورش خصو يكون هو ديال التعليم راه التعليم تقرا وليدات المغاربه الساحل لا انتم كيسخنوا لكم راسكم لا لا اول ورش لا ديمقراطي بغينا نضحكوا شويه بعد المره كتعلم حتى الثقافه ديال النهج كيحرككم الجمعيه العدو احسن كيحرككم دابا انت كنعرفك انا حميد المهدوي كنعرفك هي اكبر اهانه تقول لي انا شي حاجه ماشي احسن ما انت نهج وانت منوض الروينه والتنسيقيه بالاداب والصور طبعا انا كنعرفك معرفه شخصيه هاد الاسطوانه وهاد الفعايل ديال نشدوا واحد 300000 استاذ ولصقهم حق الناس هذه نسميها شي وصفه محشومه هذه اول حاجه السي حميد هذه باش نرجع نرجع ل 1500 من بعد هذه اول اهانه تقول لك انا كعبد الوهاب السحيمي ولا هاد 300000 راجل ومراه التعليم اللي تيحتجوا تقول لهم انهم دافعهم واحد التيار معين وانت انا كنعرف حنا راه النخبه حتى العالم ما يقلبك لا حنا النخبه هو قال لك ذاك راسك حاجه انا درت النخبه البلاد عيب وعار انك تقول ان نساء ورجال التعليم نخبه البلاد اللي دائما تكون هي القاطره اي احتجاج ماشي غير في التعليم السحامي راه اي احتجاج يقود التعليم اي احتجاج اي احتجاج في مستوى الحراك الديمقراطي وحقوق الانسان والحراك الشمالي شنو الهدف؟ لانه ما عوض ما يلزو معك الطبله ويحل المشاكل ويعزلو كيدير لك التيكيتا انا تي راه نقول هذا دائما النهج مالو حزب مغربي لا ولا كان القول الا كان القول ديال شي تنظيم الا كان شي تنظيم عنده القدره يخرج هاد الناس خاصكم تعطيه هو يشكل الحكومه ورجع بحكم الله الا كان شي تنظيم او شي تيار عنده هاد القدره يحشد ويعبئ هاد الالاف او العشرات اذا الدوله ولا احزاب الحكومه ضعيفه في التعطيل هذا الشيء اللي خاص يكون بالمنطق ديالهم راه اهانه لهم كيفاش ما معنى هاد الناس دو كلهم خرجوا من تيار او حزب الا خصكم ترجعوا للوج قول اسمح لنا انت هو القوه السياسيه ولا القوه اللي انت كيف بغيتي الاولى هادو الناس السي حميد خرجوا من الظلم خرجوا من الحقره خرجوا من التهميش انا نقول لك راه البارح ملي انت اتصلتي بيا حنا في التنسيق الوطني لقطاع التعليم اللي في 23 تنسيقيه ونقابه راه حنا ما كان مازال ما خرج البيان وتدويت معاك علاش؟ انه كاين غليان
كاين 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 الوضع متأجج جدا، راه ما يمكنش الناس يتصلوا تندخلوا كما بغيت الصفحات، وكان واحد الغليان كبير. اذا الامر لا يتعلق بتنسيقية ولا بنقابة ولا جمعية واسمها كيف بغيتي، هادو نساء ورجال التحليل، الناس مظلومين، الناس محقورين، الناس تسناو سنوات تيطالبوا تسويات ملفاتهم وتيطالبوا بحقوقهم وتيطالبوا تحسن اوضاعهم الاجتماعية والمادية. هذا الظلم وهذا الحقرة وهذا الظلم وهذا الحقرة كان وعدك وكان وعد الجمهور الكريم اللي كيتفرج فيا في هذه الحلقة. غدا ستكون حلقة للتاريخ. كنت احنا في هذه القناة سلطنا الضوء على واحد عطي واحد الجرائم في الغرب. وكلفتنا غالي، والله عز وجل سهل في هذه الثلاث ايام كتخرج ماده في واحد الموقع الكتروني تؤكد كل ما قلناه، عرفتي الفساد غادي على رجليه، الملاير كتسرق في الغرب. غدا ان شاء الله ساخصص حلقه باش يبان بان معركتكم عاديه، كاين الفلوس اللي بغاو يزيدوكم حتى 5000 درهم، راه المشكل في العداله. صحيح. اليوم غدا غنحط يدي على واحد الملف، انا كنوعد الجمهور الكريم غدا يتفرج في هذه الحلقه، 15 مليون هكتار شكون تينهب وبالوثائق. بالوثائق غدا غتكون حلقه للتاريخ. انا غنسولك السي 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 عبد الوهاب، شنو قيمه هاد 1500 درهم دابا اللي زادوك؟ لا دابا هو بعدا انا بغيت نسول شنو قيمه 1500 درهم؟ هي مهمه زياده تاريخيه احنا كنقولوها، ولكن ماشي شي تاريخ. لا الا مشيتي لواحد ماشي تاريخي، بحال دابا البارح لوطوروت كنا كنمشيو من الرباط للدار البيضاء شحال كنقولوا 460 هي 23 درهم، دابا ولات 34 درهم، زادت 11 درهم. 11 درهم. انا كنت في الشمال مشيت بالسياره لتطوان كنمشي ب 200 درهم، عرفتي بشحال مشيت دابا ب 400 درهم، زادت عليا 200 درهم. دابا الخطير في المغرب هي زادت غير زياده كبيره مهمه. وكشنو قيمتها؟ لا ماشي 400 درهم المطيشه هي اولا السبب. دابا المشكله في هذا البلد اللي تيجعلك النساء والرجال تحسوا بالحقره تزيدوا كلشي وحتى حتى المسؤولين الكبار وتجيهم عاديه، ملي يجيو للتعليم يعطيك واحد هذا البقشيش كما تيقولوا المصريين، تيقول لك لا زياده وكحضه وخاصني نسأل وجه التعليم الحمد لله ويسكتوا، يعني يولفونا رجل التعليم ما يزيدوش فوق 200 درهم بارك عليه. مي هذيك المره مع العثماني زادونا 500 درهم باش يغطيو ويحاولوا يغطيو داك الشيء ديال التقاعد، يلاه بداو يزيدوا الدفعه الاولى وكذا، جات كورونا قال لك حبس تراجع لك الشيء اللي تزاد وبداو نقطعوا عليهم كورونا وكذا. دائما كاين هاد النساء والرجال دائما كاين هاد الحساب ديال الحانوت وما كلش يزيدوه، راه غير هاد الانظمه الاساسيه راه الناس زادها 3000 درهم، كاين اللي زادوا 4000 درهم وخاص يتزاد لهم مبالغ لانهم يستحقون واكثر. ونجيو للتعليم السي حميد اللي ما تزادش ليهم من 2011 حتى درهم، والاجور تراجعات لان التقاعد السي حميد صندوق نهب تنهب من واش راه في تقارير السي حميد، راه تقرير ديال تقصي الحقائق ديال مجلس المستشارين اللي فيه ما يسمى بمعاشات وهميه. هذا ماشي الكلام اللي قلتو انا، الكلام راه كان فيه محاكمه العقل شي مجموعه من النقابين اللي كنعطيو مجموعه من التصريحات. فهادشي ديال التقرير ديال لجنه تقصي الحقائق فيما يتعلق بانظمه ديال الصندوق المغربي للتقاعد، وملي تنهب عوضنا باش نجيبوا الفلوس اللي تنهبات، جاو عندنا حنا قال لك غنوليو نغديو الصندوق ونرجعوا له التوازن باش من جيبي انا، وفرضوا علينا نخلصوا من جديد ونظلنا وقلنا العصا وما صورنا والو. اذا تنقول انا ذاك انه هذا اول شيء ما تزاد والو، زائد خلصنا هذا الشيء هذا من جيوبنا، جاونا الان قال لك غنزيدوكم 1500 درهم على دفعتين 750. ونقول لك دابا الان كاين هناك عمل على ما يسمى هما تيسموا اصلاح التقاعد مره ثانيه، يعني غيرفعوا المساهمه، يعني هاد 700 درهم اللي عطاوه 750 درهم في العام غياخذوها راه خداو قبل ودابا غادي ياخذوها في المستقبل. راه الان هنا ياخذ بيد تيعطيك باليمين وياخذ لك باليسار. الان هناك عمل على اعاده لانك الصندوق الاصلاح اللي دار ديال التقاعد ما لانه العجل العلاج ديال الاصلاح الصندوق المغربي للتقاعد هو التوظيف ماشي هو اي اجراء. الا بغيتي تصرحوا خصك توظف باش الناس يساهموا، هما الان ما بقاوش يوظفوا واش فهمتي؟ بالتقشف يعني تماشيا والاملاءات ديال صندوق النقد والمؤسسه الماليه المانحه ما بقاوش يوظفوا، اذا الصندوق هابط. اش كيدير هما عوض ما يوظفوا؟ ما تيوظفوش. اذا تنجيو الجيوب ديالنا، ودابا حنا كانت قبل 10% ديال القطاعات المساهمه دابا ولات 14% وغادي يرفعوا اكثر، يعني راه هاد الفوتات اللي تعطى غادي ياخذوه في القريب العاجل. لذلك هذا الشيء ديال 1500 درهم انا تنعتبرها اهانه وليست زياده باش ما يضحكوش على المغاربه. كيديروا يخلقوا الطبقه الوسطى؟ انا بغيت غير نفهم دابا الطبقه الوسطى في تاريخ البشريه هي الطبقه اللي كتنشط البلاد، لا سياسيا لا اقتصاديا لا نسبه النمو، حيت هما اللي كيستهلكوا. دابا ملي كيقطعوا لكم انتوما كاين اللي كيقطعوا لهم 38% كاين اللي كيقطعوا لهم 35%، عرفتي راه
ما كاينش وقع شي دوله في العالم اكبر ضريبه نخلصوا حنا والضريبات حنا شوف واش الشركات تيخلصوا 30% واقل الشركات اللي عندهم كذا حنا الموظف تيخلص 38% ديال الضريبه ومشدود من المنبع حاصل والشركات راك عارف كيفاش الديكلاراسيون شي ديكلاري اللي كيدير الشركه شويه كيدير فايت تماما وما تيديكلاريش كاع هو راه رابح وتيديكلاري حنا راه عرفنا هذا الشيء هذا لذلك اما الموظف تيخلص اكثر من الشركات في الضريبه واش يقول لك غادي نراجعوها ما عمرهم تكلموا على لا ودائما كما قلت لك السي حميد لذلك حتى هذه الزياده هذه اللي تتكلموا عليها راه ماشي شي زياده نسولك عفاك السؤال المهم 3000 درهم واخا ما تقلقش من طرحتك السؤال تفضل انا ماشي قرب من عندك كي كدير 3000 درهم عطيني في حد دابا شوف راه هي هذه 3000 درهم دابا تخلصتي نهار واحد ديك 3000 عطيني شحال كتقال 3000 ما انتي تبقى غادي شوف انا قلت لك قبيله راه الصباح كل مره فيه طبيعه الحال واه دابا انت تفطر في الدار لانه دابا رجل تعليم شوف رجل تعليم دابا لا على ما غاديش شوف السي حميد ما غاديش دابا ما غاديش التقيه المغربي في هذه الاسعار رجل تعليم ما بغيش انا نبين اننا تنشكيو كذا خاص لا ما في عيب رجل تعليم السي حميد هو اللي ما يدوش العطله واحد المقوله انا كنترفع تيقول لك شي كيجمعوا على براداتي لا هذا هو هذا من الامور اللي لا حتى بعض الشعب مع كامل لانه هما رسخوها في الاذهان ديال عامه الشعب لكن بعض النادي في القهوه تيقول لك ما كنحمش جمعوا ديالي قال كيجمعوا لي على براداتي هذا هما رسخوا هذا الشيء هما رسخوا هذا الشيء هذا في رجل تعليم لانه هو المتقشي هو كذا هو كذا والحال مسكين راه صغير هذا هو رجل تعليم هذاك الصغير تيحاول ينظموا في الشهر كامل كما قلتي باش يعيش واحد الحياه كريمه اللي هما اصلا 3000 درهم كملتي بها لا دابا شوف ماشي شاوي لا ما رحيم لا دابا شوف ما بغيتش انا نتكلم واش عندي ولا ما عنديش انا شوف انا ما تتكلمش على نفسي راه كاينين الناس يعيشوا وضعيه اسوء باش نكونوا واضحين هاد الوضعيه اسوء انا كنقول هادشي باش نسلطوا الضوء لا متفق معاك حجم الضرر كبير انا قلت لك بلي الناس عندهم انتوما كرامتكم في عقلكم وفي افكاركم تماما شوف نقول واحد المعقول باقي مخلق اللي يهين النساء والرجال تاعي باقي ما خلق تمام عنده ما عندوش فوق راسنا عباش نكونوا واضحين في هذه النقطه هذه واخا سام لذلك السي حميد انا تنقول انه حنا المطلبنا الاساسي ماشي غير ما تكمل مطلبنا ماشي وقع السوء فهم واحد القضيه انا راح تفيك بواحد الذكاء كتجاوب على ملي كنهضر بحال زعما شخصا فيك انت لا ما شخص انا انا تنتكلم الاسم عموم الناس كاين الناس الوضعيه ديالهم اولا اللي كطلع عليك انت الهدف ديالي هو الناس كامل كيجيو فيك انت متفقين انا عارف انت ما بغيتيش شخصا تمام لذلك انا تنقول بانه كاين الناس وضعيه ديالهم اصعب وتنقول بانه راه مطلبنا الاساسي هو سحب هذا النظام الاساسي لانه فيه مجموعه من المقتضيات اللي جات باش ترجع لذاك الرجل تعليم بحاله بحال العبد اي وظف وكذا ويستغل بدون احترام القيمه ديالو كرجل تعليم وبدون احترامه كرجل تعليم وبدون توفر الحد الادنى من الكرامه ديال الرجل التعليم لذلك يجب سحب هذا النظام الاساسي قول لي اش بغيتو شنو بغينا بغينا باش الوليد اقل من دقيقه شوف هادشي اللي كتقول كامل معقول شقه كبير صاحب النظام الاساسي ما نسوش عندنا واحد 8 المليون ضايعين اتفق معايا قرار قول لي شنو بغيتو بالضبط صاحب هذا النظام الاساسي ودي شوف النظام الاساسي اي وثيقه اللي تخلنا تلميذ واحد ما يقراش ما عاد واحد شي قيمه نحيدوها نحيدوا 1000 نظام اساسي واساسي وما يضيعش الناس تلميذ واحد ما تيقراش حنا عندنا دابا 9 مليون عندنا 9 مليون عندنا 9 مليون ما تيقراوش باش نرضيو وثيقه هذا سؤال انا الحدود اللحظه مازال ما فهمتش 9 مليون ديال التلاميذ ما تيقراوش لمده شهرين ونص باش وثيقه تبقى صامده مع العلم انه السي حميد ممكن نحيدوا 70000 وثيقه شمن هيبه الهيبه ديال الدوله هما هذوك لا نخلو هذا مؤسف مش لا وحده هو الهبه ديال الدوله ولا غيره الهبه ديال الدوله اللي تشكفلوها شي ضمنوها هما ديك النساء والرجال تعملوا في الجبال وفي الصحراء وفي المناطق النائيه اللي في المنطقه الحدوديه وهز درابو ديال البلاد وتيلقن التلامذ النشيد الوطني صباح مساء وتيرسم القيم الوطنيه والهويه والثوابت الوطنيه هذه الهبه ديال الدوله اما هذاك وهبيكو كان فيه فعلا او غيره يتحدث الهبه ديال الدوله ما كانش الدول دو قرا في كندا ويتبشح ويفتخر بانه قرر ولد في كندا وعنده جوج ديال الشهادات وبانه با لاباس عليه هذاك فين الهبه ديال الدوله ملي تخلي انت التعليم العمومي المغربي وتتخلي البلاد المغربيه وانت مسؤول سياسي وتمشي تقري ولدك برا انت اول واحد تضرب الهبه ديال الدوله والصوره والسمعه ديال البلاد حباس غتعاود هذه بهدوء ومن تحتها ومن فوقها عرفتي ذاك فكره مهمه لا. هيبه الدوله هو انت وزير خليتي التعليم ديال بلادك
ومشيتي كتقري وليداتك برا وتتقول وتتعقر بهذا المفهوم المغاربه كتعقر انك انت مسؤول علاش عقر داك الناس اللي ما عندهمش امكانيات فهمتي انا وازير وبو لاباس عليه وقريته في كندا وانا الهيبه ديال الدوله الدوله عندها قرون تمام الدوله عندها قرون الدوله ما واقفه انت جيت لسنا ربع سنين الله بالعكس انت تضر بالصوره ديال الدوله بالهيبه ديال الدوله هي نفس الدوله تيامنوها تماما وكان البارح الهيبه ديال الدوله تيضمنوها الاساتذه اللي في المناطق الحدوديه اللي ممكن تدوز السياحه ما تعرفش هذه الارض المغربيه او ارض ديال البلاد اجنبيه الا بداك الدرابو ديال البلاد هادو هما اللي تيكفلوا تيضمنوا الهيبه ديال الدوله لذلك انا تنقول سحب النظام الاساسي وما كاينش شي وثيقه في البلاد اللي ممكن تعطل القرايه ديال التلاميذ وتخلي التلاميذ برا نحيدوا 1000 وثيقه وثيقه لا سيما ان الامر ان شاء الله فقط بمرسوم زائد النقطه الثانيه اتحسن الاوضاع الاجتماعيه والماديه فعلا نرفعوا ما قادش نقول لك انا شوف اتحسن الاوضاع حنا شوف انا ماشي مطلبنا هو الفلوس انجلسوا سيدي ونحد واحد الزيده اللي تضمن الكرامه حنا بغينا الكرامه الكرامه هذا هو بغينا العداله الاجريه بغينا تحسن الاوضاع حتى الظروف ديال العمل وما الى ذلك وطبعا ابغينا نرفعوا الظلم والحقره على هذوك الاساتذه اللي عانوا سنوات اللي عندهم ملفات فئويه ملفات فئويه لانه فعلا تماما وحامل الشهادات والبكالوريا والمقسم خارج السلام والعراضيين والاداريين والحق الاداره والاقتصاد والمساعد الاداريين والمربيات والمربيين وكل ملفات واعتذر الى نسيت شي فئه اخرى وكذلك الملفات احنا عندنا ممكن نصيفط لك السي حميد الملف المطلبي ديالنا ديال التنسيق الوطني كاين والو هذا اللقاء ما كاين والو بالعكس نعتبر ما وقع فارميت مقتول ما وقع التفاف على المطالب ديالنا وعلى النضالات ديالنا وحنا ما علينا الا نستمر نتاسف ونتالم على الاستمرار في الاحتجاج وفي النضال وغادي احنا عندنا الان عندنا برنامج نضالي فيه 4 ايام نتاسف وحنا قلوبنا على الوليدات حنا لا كان شي واحد تيالمنا وتاسفنا راه هما هذوك الوليدات للاسف هذوك هو اللي تجعلنا يعني ملي تنعرفوا لان وليداتنا خارج فصول الدراسيه نتالموا وتاسف وتقلقوا لانهم تيقراو ولادهم برا السي حميد ولادهم برا برا ما حسنش بيك لذلك لو كان تيقري ولده معايا والله لازم الله دقيقه ما يكونش الغياب ولكن ما كاين ولده ما ضايعش انا قلت انا قلت واحد النهار هو فرنسا ما فيهاش التعليم الخصوصي فرنسا يمنع التعليم الخصوصي فرنسا ممنوع يكون فيها التعليم الخصوصي هذه خص المغاربه يسمعوها يسمعوها فرنسا ممنوع التعليم ولد الوزير يقرا مع ولد اسبانيا اسبانيا تا هي في اوروبا ما فيهاش التعليم الخصوصي والمغرب ونقول لك السي حميد المغرب نقول لك السي حميد المغرب نقول لك واحد القضيه جاك للمغرب فرنسا الا بغيتي دير الدعم عندك واحد ولدك متعثر ودير شي واحد السونتر دير الدعم في اللغات او في الحساب او في اي كذا هذاك باش تخلصوا في الدعم في السونتر ماشي في المدرسه الدعم اللي خارج المدرسه تتمشي لاقرب خزينه وتتعطيهم ديك الفاكتوره وتعوض شوف الناس اللي تيقدسوا التعليم اما في المغرب حنا النظام الاساسي جا قال لك انا غادي ندفعوا وليدات المغاربه في 2010 يكونوا 20% تيقراو في القطاع التعليم الخاص الان هما تيراهن ولا 30% الان يدفعون المغاربه قسرا يدفعونهم دفعا لتسجيل ابنائهم وبناتهم في التعليم الخصوصي باش يسمنوا الحسابات ديال اللوبي القطاع الخاص غريب في الامر دابا على مستوى فرنسا واسبانيا والدول الاوروبيه الدوله كتحمل مسؤوليتها في التعليم كلشي كيقرا وما كاين لا صفحات تشهير لا ما هنا في المغرب راخي البلاد من العافيه مسكين يقري من عنده ويدير تطبيق من عنده وبالمقابل شنو كاين واحد الخطاب ديال الوطنيه ونحن الافضل ولا هضرتي ولا كذا خائن والخيانه والوطن عرفتي واحد الكارثه لا مؤسف شكرا السي حميد بزاف السي عبد الوهاب شكرا السباحه مره اخرى بالمناسبه راه لم يحدث في تاريخ شي في دوله في العالم حجم التشهير اللي كاين بحال المغرب للاسف ظاهر تصور الدوله الوحيده اللي فيها الصحفي موضوع للأسف. في العالم كتهضر على الوزير كتهضر على مدير الشركه كتهضر على المسؤول كتهضر على مستشار في المغرب الدوله الوحيده وربما في العالم اللي الصحفي ماده دسمه للصفحات هذه ظاهره ما كاين حتى في شي بلد اخر وهذا ترهيب باش الناس ما يبقاوش ينقشوا كنشكرك بزاف شكرا على حمله الاستضافه شكرا لكم بهذا متابعات ومتابعي القناه نكون قد اتينا الى هذه الحلقه اشكركم طيب المتابعه والى اللقاء